شيخنا شيخنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عليه هل الصلاة الأصل والسلام. عندها، هل الأصل عندهم في الزواج كان مبني على التعدد أكثر من زوجة؟ ما نستطيع أن نؤصل في هذا الباب أصلا، لا نستطيع أن نؤصل في هذا الباب أصلا. وقد يتوهم شخص أن قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قد يقول قائل أو يفهم وفهمه على غير الجادة أن الأصل التعدد، لكن هذه الآية ليس لا تفيد أن الأصل التعدد، لأن لو كانت يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا كان الاستدلال بها سيكون أقوى، لكنها ليست كذلك، إنما في تعديد المباح بعيدا عن الشبهات. فالآية فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فيعني جاءت جوابا على يعني يا أخي لا تأكل، ما أقول لك يا أخي لا تأكل البصل، يا أخي كل لحم وكبد وسمك وبرتقال و ليس معنى هذا أن الأصل هو استحباب أكل هذا، إنما هذا إباحة، إنما أقول لك أنا لا تأكل الشيء المشتبه، والحلال أعدد لك أصناف الحلال. ثم إن في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم قد لا يطيب للشخص. السلام عليكم.